يسعد لي أيامكم متابعيني بفيديو جديد ومميز لليوم. وصفتنا اليوم وصفة حلا من مدينة حما السورية، وصفة تقليدية بيسووها دائما بموسم النصف من شعبان فقط لا غير. تعوا مع بعض لنحضرها سوا لأنه بتستاهل التجربة. أول شيء بنحضر الحشو، بنحط السمن ومندوبه، وبعدين بنضيف عليه سميد الفرخة أو سميد الناعم، بنحطه على نار هادية ومنحركهم كتير منيح، وأهم شيء إنه ما ياخدوا لون. نحن ما بدنا نحمصه، نحن بدنا بس ياخد شوية استواء مع السمنة. نتركه على جنب بعد ما يصير بهالشكل، ونبدأ بتحضير المي مع السكر والجيلاتين. بنحط المي والسكر، نحركه كتير منيح ليدوب، وبس يبلش بالغليان منحط ظرف الجيلاتين. طبعا يفضل يكون لونه أحمر وبنكهة الفريز، اللون مهم. فيكن تستعيدوا بالجيلاتين الشفاف وتحطوا صبغة، كمان مقبول، ملون غذائي طبعا. بعدها منحط السميد ومنحركه كتير كتير منيح على نار هادية لما يلزق، ونضل عم نحرك لحتى يصير بهالشكل، وتقريبا تنشف ميته تماما. شوفوا كيف صار. هلأ بعد ما حطيناه بالصحن منغطيه ومنغلفه. هلأ منجي على العجين الأساسي، هو شي بيشبه الغريبة كتير قريب عليها. طبعا بنعجن بالإيد، بس بما أنه أنا عندي العجانة فاستسهلت. منحط السمن، لازم يكون سمن حصرا، سمن بلدي بيكون أحسن، سمن عربي مثل ما بيقولوا، والسكر الناعم بجلاس. ومنبلش نخفقهم سوا أو نحركهم مع بعض ليصير القوام كريمي واللون يكون فاتح. طبعا لازم تكون السمنة بحرارة الغرفة، لا دايبة ولا متناسكة كتير كتير أو باردة. هلا منضيف الطحين بالتدريج مع البيكنج بودر. ومنرجع منشغل العجانة ومنرجع منعجن ليتماسكوا مع بعض. هيك صار شكلها بعد ما انتهينا. هلا منبلش بالمرحلة الأهم، هي التشكيل. طبعا كتير مهم إنه نحط عليها نايلون وقت من المدة مشان يكون الشغل أسهل. وبعدها بنحطها بالصينية، بنقسمها على حجم الصينية، وبعدين
منمد الحشوة مثل ما نكون شايفين بالفيديو على قد الصينية أو على قد العجين اللي نحن حطيناه. حطينا تاني طبقة اللي هي الحشوة، نرجع منحط تالت طبقة اللي هي العجين. ومنرش عليه الفستق الحلبي، نزينه بالفستق الحلبي. وهيك صار جاهز لنقسمه مشان ندخله على الفرن. منقسم العجين أو منقسم القالب معينات، الشكل التقليدي المتعارف عليه. ملاحظة مهمة إنه وقت ندخلها على الفرن لازم ما تحمر أبدا، تستوي فقط. هيك صار شكلها وجاهزة لتدخل الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 45 دقيقة. هلا أنا زاد عندي شوية عجين، فحبيت إني غير وأكسر من الروتين وساوي بهالشكل. كتير طلع شي لذيذ وطيب. هلا بعد ما انتهينا، هيك لازم يكون شكلها وهيك لازم يكون لونها. قسمناها، استنيناها لتبرد. كتير ملاحظة مهمة، لازم نستناها لتبرد على الأخير لنقدر نطلعها من الصينية مشان ما تفرط معانا، لأنه كتير كتير هشة وطرية. لازم تجربوها وتعطوني رأيكم، وإن شاء الله تعجبكم. وهيك الشكل النهائي. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس.